جلال البرامج كنا ما نطوح نقصه قاعد إنك عاد أركز عبد الناصر حاج أحمد الجود لما قالت كسم أي ملو البرامج كان قصة من قرافة ربضان هو هبيها يصور إيه وقط ما ماشي يقول البلد إيه إنه أنا أقسم نين ده قال ليها وبرشلونة سومالي لاي وده قال الاتحاد كغيب قالي إنه أها أي ربع على كنا قاعدة واحد بين أحمد سومت بي أقر أي يقول لي هل ده قال لك أرجع سد وحيين عدنتي ده على كوايد هذا قصة يوتيوب كيس بس كنا صار فيسبوك هذا قال صوت البرامج أرجع سد أحرمها سيد وين أنا قاعد على توي شو فيلم صوري وأقول صارينا نينك كان عبد الناصر عاد أحمد اليمن بقيم الدجاليهم بوها الاتحاد بوها نين ده قال موها شعبي سومالي لاي تقال عبد الله يوسف رقيت وين كل هذا وها عند التنينك كان يوسف بلد هين وتقالي هن اسمعي وشعب الواتين وها وحافك سكغر هاي صاحب كيسي قال كيسي التقال كان مركزي سيد وجرك وجرين التعاد حسن دار وش حسن حلي كيف يبقى هو عبد الناصر حاج أحمد عبد الناصر فري صاحبي في السلم والقتال والحرب وما قال سان من قاسي وحسن ظاهر أويس قدومي وقامي الاتحاد يعني ما قاسي بركة تقالبي عبد الله يوسف لدى قالبي دقاليها كها صاحبي القتال والحرب أيو لي نكي تقالك إيو حرب يعني صاحبك كو أين واكا ونقا عبد الناصر حاج أحمد الشيخ عبد الناصر حاج أحمد الشيخ بارو لأنه أرعينا وهابي ذا عرق حسنا اسمعي وحجوا برامج كورا لك الصميم لكن هذا هو أرقى كرا يسمحني هاي دقالي هن اسم علي وأرقى كرا ومصيبة أبوها هاي سمحكو أرقى يا قري حسن ضائر أبو يسنين كله دقال ماي صاحبي القتال والحرب ده عربي أقول صاحب كي قعل كي أنا دقالك يحرب أنا صاحب كوهين أيو لي هذا ما كاني أسوق يمن جوجو دجال كان كان صغير كاني دجال كي يمن وغير بقى هي هوش وذي ويمن كي يمن يدجال كي وغير بقى هاي هوب إنه كان هالك ها وحقوي هوب أيو سوق ده هي إلا حد أو هوب كده حسن ظاهر أويس بنوشي هي يمن ركى كسوق رم ذي وحب كخير يروها بركة حسن أفي شغش يا رجال الرجي وواجي عبد الله يوسف لنا ليش هو أنا ما أعرف بقى كيف سريدنا حقي موسو قمدو اليمن كي يمدو أها وقرأت دوال كاسوا يا رحمة لك الله بها الله لكن كنتي ذاتك إله نو قرقار وكما قال سلام الحبيب حسن دهر ذاتك إله نو قرقار وكمد أها إيه دقال كي هوبك كيري كان صغيب قلي نيك هاسوا كي عبد الناس عادي أحمد وي وهنك أكوت المامتة شغل البلد إنه يحي هل كان معاك عد دقاليها ربشولة ومشكلة وشعبي لا يوها الاتصال هذا حد يهين وحسن دار الاتصال كي بنا في أوتين الاتحاد كهاري لكن وضع هايين وذا شغلين عيين وكو وذا جيل وتقالي هانوا شغل البلد مية مركا عبد الناس عاد أحمد وإني كم تيجي قواش وعبي ذا عروت إذا كنت تصوى علي بشد الصومالية مغران سمر حبابين هاي نين تقالي هانوا أقرب شو أجوبة وشعبي الصومالي اللي هاي ويقوسمي يا شباب كي يعرف كأسدي يقيبتو كا فكر كي وهابي كا ساعة كيرة وكبح مصيبة إلى هاي بشو صدروها وأنا تيجي مصيبة كلا إلى قصر لدي وأسلك كل يسي وعذا بلا مين كان حسن ظاهرة ورك أود بيشي على هو شاب إنه كنت معي شاب أنا دري أقوم تقول هاي نيجا كان ربشد يمشي هو هاي اللي تري عشان هذا لما كل الإنسان وهو النقض ولا ليال بل ليال هذا سبحان شيء يا شباب كان شيء جاي إذا وحي وياك كم ملاينا قول كلا من دواج له لكن ما أرتب ما لدي ذا ياك سوت وحوي ركلا كوريا جل وأصحاب تيدي ورجع دعوة سلسلة ودي جلنيا و ما أرتي خيرات بدل ما أرتي أنا مدي سوق جريني. ما مغلس أروح أقول لي هاي رجى كهري وصاحب بدل خيرات قالوا سلوا ودني أي فرق ولا يشاكو رجى إلى وما وأنا ما كنت خانين أحمد دار أحمد تيتر أحمد حاج عبد الرحمن الود اللي بوصل صلوا ما كنت بكي عبد القادر قعني أقوله الود اللي ما كنت زعيت بكي ترى وأنا منكي الاتحاد كهري ده قال لك غير بقولي ومشكل كه شباب كنا ضدكم يكلي قانا سيد أنا حقا أنا أرك عشان كسر فرد جد أنا أمنا قانا أي شباب كنا أجا قانا لكن ضدك اللي حارو السد وقلت كأرك عشان كم ورقة بيم هو ده دويهين ومساجد ويجيران وما يسكن قاعد مش تقول لي سيغانا ويك الله مريم نبني كل غطر سنة أحمد عبد الرحمن بقبل العمل وين لا تيجي بوساسه بسيبوها قاعد يبغى يضربني كه ولكن يقول لك ان يكون هناك حسن دائره ولا يقول لك ان يكون هناك حسن دائره ولا يقول لك ان
ninka kan adnaas xaji axmed ee ninka hubka soo daabulay oo dagaalka qaybta weynka ahaa oo iltixaadka u qaabilsana daabulka hubka yemen laga keenay jiray wad ogtihiin hatta hoggaamiyaha kooxdu yemen ka soo dagayeen dagaalka yemen marka ninka u qaabilsana hubka soo daabulay oo gargaar uu ugu yimid wasa sheegay shabaab in gudub baa raga soo imiin ninka kan la deeyay adnaas xaji axmed ee musiba uu ahaa waxa isla u faahantaan waxaan u tagay wada hadallo oo magaalada shabaabka ay iltixaay doonayaan qolada ixtisaab inuu cusboonaysiiyaan oo ogteen ixtisaabka ganacsiga dhameeyay la wareegay dhaqaalaha dhameeyay la wareegay masaajidada gacanta ku hayaan baruud ee gacanta ku hayaan isgaarsiin ee gacanta ku hayaan heshiisyada cusboonaysiinaya oo waa maxay heshiiskaasi kii godane lala galay 13 dib u ahaa oo markii la siiyay Bashiir Axmed Salaad hal mar baa la ka bedelay nimanka kan hoggaamiyasha oo ixtisaabka oo markii Axmed dheere Axmed doktorkii Axmed ha boosas lagu dilay ya misalada la dilay ninka la yiraahdo Gacmay garow lagu dilay garow markii lagu dilay Gacmay markii waxa qarax lagu xir gaarigiisa Muqdisho sanad 2013kii Bashiir Axmed Salaad wasay ka badbaaday dabeedna ixtisaab uu is dhiibeen wada hadal bay galeen Axmed Gudoor oo musiibaha bariga joogay wada hadal laga saxay in is abaabul in is dagaal ka qayb gelin karin abaabulka ay ka wadeen garow iyo boosaas oo ciidanka iyo ay ku dhurayeen ixtisaabku ay ku hubaysan sidii xisb Islaam bariga jirtay iyo shabaab ay doonayeen ay la burburiyay dabeedna uu is dhiibay wada hadal bay heshiiska la galay ayaa shabaabku ka baxay oo wuxuu yiri lacag dheeraad ah oo ka rabna ixtisaab maadaama hantiilayaasha ay yihiin garo arintaas ayuu u tagay magaalada Kismaayo Kismaayo joog hadalkii afashmay ninkan wuxuu rabay inuu kala furfuro maadaama uu garanahay arurtiisa shabaab ay yihiin waa inuu tahanta Kismaayo wuu dhisay asan ugu baxay si aan u garatay Axmed Tooyow marka aan ka hadlay argagixisada waa inaad fahantaa qabiir si fiican ula socdo inaad sidoo kale wararka aan soo tabiyo waa warar la isku halleyn karo dad waaweyn ayaa i dhageysta oo aan ka gadaa warka aan u sheegayno in nimanka kan bulshada lala dagaalamo la iskana dhigay marka sidoo kale bulada ku tilmaameen Axdaas Xaaj Axmed waa garanayna waa naqaana si fiican baan u naqaana kuwa nool aan naqaana kuwa dhintaan naqaana wax yiina naqaana meesha soo naqaana marka aan ka hadlay argagixisada qof igu horeeyay oo wariye ah oo Soomaali ah oo sida aan u aqaan u yaqaanahay ma jirin sidaan fahantaan marka aan ka hadlayno arrimaha sidaan u qaata waxa kula gudbun haddii aad aragtay anuu ka hadlayo wadaad oo ku tilmaamo argagixiso inuu yahay baaritaan ku sameey adigoo dagaalamay adigoo waxa isku dhigin dabadeedna marka soo ogaato waa mahadsantaa walaaliso Axmed Tooyow oo ka hadlay argagixisaha musiibada Cabdiraxmaan Axmed ee shaqo galbeed ay ku tilmaameen qolada Raylaas Axmed laakiin hadda aan u cadeyn cid uu yahay yaa qara Xasan Daara Weys Xasan Daara soo garanaysa inta dadka dhan ka shaqeynayaan hadii la isla yimid gudiga jaalayaan